السلام عليكم. اليوم نعرفكم على إقامة جديدة راهي الأشغال بها تقرب من الانتهاء، واللي تقع في شارع الأسود بوهران في منطقة بير الجير. ونشاهد هنا الصور تاع الإقامة، حتى ولو أنها رغم أنها ذات طوابق يعني نوعا ما عالية، لأنها تتوفر على كل المقاييس تاع العيش الكريم، وفيها كل منشوفه هنا الديكور الداخلي يعني من بالمقاييس جيدة جدا. إذا يعني بالنسبة للأماكن الواقعة داخل المدن، خاصة في وسط المدن، المطلوب هو بناء هذا النوع من العمارات على الشوارع الكبيرة، و يعني الذهاب إلى البناء الأفقي باللي بافيون الفيلل وكذا في الضواحي. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.